أهلا وسهلا فيك محمد، مدير مركز ريان الجنوب. سمعت على الطاولة شو نحكى؟ إذا شفاتك معاناة النساء كيف صعب عليهن الأماكن التشغيل، الساعات، ممكن نوع العمل، الأماكن اللي بروحنها اللي هي كثير بعيدة، المواصلات، ممكن مش كثير مواصلات بتمكو، بس هنا نحكي بهذا الخصوص. شو انت شايف حسب ما انت سمعت؟ تفضل. طيب، اول شيء السلام عليكم. انا بشكر جدا اللي قام على انجاز هذا اليوم، لانه عن جد يوم مهم، وانه احنا نشوف يعني انه في نساء اللي جايات بدهن يشتغلن وعندهن الاراده انهن يشتغلن. انا اليوم مدير مركز ريان، اللي احنا بنحكي عن 9 مراكز في النقب اللي هنا بتقدم خدمات لكل المجتمع العربي في النقب، في القرى العربية. والخدمات بالهدف الأخير إنه إحنا نوصل لإنه النساء أو الشباب، يعني إحنا أغلب المتوجهين إلنا على مركز ريان هو نساء، بس إحنا الهدف الأخير إنه يندمجوا في سوق العمل بصورة اللي هي ملائمة وصورة اللي هي لائقة لكل واحد حسب القدرات تبعاتها. بغض النظر عن الأشياء اللي احنا بنعملها، يعني من دورات، من تأهيل، احنا من إرشاد، من مرافقة للمتوجهين لمراكز ريان، في صعوبات اللي احنا طبعا قسم منها انا سمعتها من النساء، يعني الأشياء هذول مش جديدة علينا، احنا اليوم بنشوفهن في اليوم يوم. انا اليوم لما تتوجه كثير نساء بتوجهن بدور اماكن عمل، وكثير منهم بيقول انا بدي اشتغل بس انا ما بقدر اشتغل برا البلد. الحين مش طبعا احنا ما عندنا زي رهط في كل البلدات العربيه اللي في اماكن عمل، في بلدات اللي ما فيها اماكن عمل بالمره يعني. ومن ناحيه واحده ان بدنا نساعد المراه انها تشتغل، بس من ناحيه ثانيه احنا ما بنقدر نلقى محل انها تشتغل فيه في داخل البلد. في المجالات هذول احنا بنحاول ناهل هذول النساء لانهن يفكرن في بعد ما يسوون الدوره المهنيه يعمل المشروع او يسوون مشروع من خلال البيت، او بنساعدهن انهن يفكرن في مجال انه يقدرن يساعدن حالهن ويشتغلن من داخل المنطقه اللي هن يعني بيقدرن يشتغلن فيها. قصه المواصلات هو عائق كبير طبعا في قسم كبير من القرى. حكينا عن القرى الغير معترف فيها، تفضل أمير. القرى الغير معترف فيها احنا اليوم كيف انتم بتشتغلوا ريان معهم؟ كيف في اليوم عندي مركزين في القرى، وفي كمان مركزين في القرى من المعتصمات واحة الصحراء والقصوم. المركز بيكون في احد القرى في القصوم او في واحة الصحراء، بس بيقدم خدمات كمان للقرى المجاوره. انا بعطيك مثال، مثلا عندنا مركز اللي هو قاعد اليوم في بلد الدرجات، لكن من خلال عمله بيطلع على حقل العمل برا الدرجات، بيمشي بوصل ابو ربيعه، بوصل الفرعه، وبيطلع لكل المناطق هذول. بس هذه الطريقه اللي احنا بنقدر نساعد فيها القرى الغير معترف بها. في اليوم عندنا كمان مشروع اللي احنا سويناه من قبل سنة تقريبا، بدأ مع في بلد رحمة، قرية غير معترف بها اللي هي مش بعيدة عن يروحم، اللي فيه من غاد النساء اللي بدهن يشتغلن. وطبعا كانت معنا شراكة مع واحدة يعيل كانت في هذا المشروع، أخذناهن وعلمناهن دورة عبراني، علمناهن كورس خياطة. طبعا كل هذا صار في، بس بدنا كان مواصلات، كان في مهنة كان بيجي على يروحم. طبعا في اخر المطاف احنا لما نعلم دوره وبنسوي دوره لتاهيل مهني بدنا صف اخر المطاف انه يقدر يشتغلوا، يعني مش ما بقدر اجي واسوي في بيت او في محل ان اعطي التاهيل فيه. كان في مواصلات، كان بيجي تعلمن خلصن، في قسم منهن بيشتغلن من داخل البيت، يعني احنا اليوم نسال في لنا تواصل معهن وبنشوف ايش بيسوون في من داخل البيت بيشتغلن. في نسبه معينه من القرى الغير معترف فيها عندكم تسجيل؟ الصراحه احنا انا ولا مره طلعنا، يعني من كيف التوجه، في اقبال،
ما في إقبال، في نسبة نساء. الإقبال حضور. موجود، الإقبال فيه من كل القرى. يعني اليوم إحنا بنحاول نساعد في كل المناطق، وفي بيجوا من القرى الغير معترف بها بسجلوا. يعني اليوم في عندنا كثير برامج، ومش بس لتأهيل مهني، في عندنا كمان الهندسيين، في عندنا كمان تقنية الأخيات مسمخات. في كثير برامج اللي إحنا بنساعد فيهن، وطبعاً مركزي رواد للتعليم العالي موجودين عندي في المراكز اليوم، في مراكز ريان. طب إحدى المشتركات حكت كان صعوبة للتوجه لريان، ملكة الشغل زي ما أنت حكيت، مش كل إمكانيات ممكن تكون أو الفرص موجودة، شو الحل؟ إحنا شو بنقدر نكين نحل للنساء هاي؟ في المراكز ده أقول لك شغلة، كثير بتوجهن إلنا النساء وعن جد بدهن يشتغلن، بس في صعوبات أو أشياء معينة. إحنا اليوم نشتغل باتجاهين، احنا كمراكز ريان من ناحيه واحده اللي بنشوف المشترك، ومن ناحيه ثانيه بنشوف الانشاء عسكيم المعسكيم اللي هم بيستقبلوا الناس هذول اللي يشتغلوا. الحين المعسيك احنا من ناحيتنا بدنا نساعد المجتمع، بس من ناحيه ثانيه المعسيك اهم شيء عنده اخر شيء اللي هو قديش يربح اخر اليوم. يعني كلهم عسكيم براتيم الاغلب. بنحاول ان نقرب الامور. يعني عندي اليوم تسيفت اللي هو الكشري معسكيم، طاقم كشري معسكيم اللي هو بمهد الأمور وبيمشي على مع الكشري معسكيم على أنهم يقبلوا أكثر نساء. أعطيك مثال بسيط، في كثير في مجال المساعدات في البتي أفور، وفي كثير إقبال النساء بدهن يشتغلن، بس في مشكلة في الساعات العمل، أو في مشكلة أنهم ما بيقدرن يشتغلن مع رجال. وصلنا لوضع أنه قبلوا أنهم يستقبلوا نساء عربيات، ما يشتغل الليل، ما يساعد، يكون المرافقات لنساء ومش للرجال. هذول الاشياء يعني بنقدر نوصل لهن، بس مش دائما احنا بنحاول نوجد حلول، بس مش دائما الحلول هذه بتلاقينا. يعني لما تجي واحده من قريه غير معترف بها ودي تشتغل داخل البلد، هذا صعب جدا ان نلقى لها حل في نفس نقطه الوقت يعني اللي نحكي عنها. احكي عن ريان، كيف ريان بتعطي خدمات؟ شو ممكن أماكن أخرى، رؤية أخرى تفيد النساء أكثر؟ شو أنت شايف؟ إذا عندك خطة مستقبلية ممكن نعرضها على الحكومة، الخطة الخماسية اللي كنا نعرضها كمان شوي، إذا في عندك كمان شيء ثاني ممكن نضيفه. فالإشي موجود بث حي، فمهم جدا أنه تعطينا رأيك في الموضوع كمركز تشغيل. احنا كمراكز حكيت انا ان 9 مراكز تشغيل في النقب اللي هن بيعطن وبساعدن المجتمع. اقول لك في عندي 90% من المتوجهين 70% من المتوجهين لمركز ريان هن نساء. طبعا في نساء اللي هن جاهزات لسوق العمل، بيكون اسهل انهم يندمجن في سوق العمل بصوره اسرع، وفي نساء اللي صعب شوي، يعني بمر كثير دورات قبل، مثلا دورات لتعليم اللغه العبريه، ايجاد اللغه العبريه، اللي هو اليوم ما بتقدر تاخذ واحده وتشتغل في عيسك واللي حواليها كلهم بيحكوا اللغه العبريه وهي ما تفهم عليهم، ما في تكشورة بينهم. في اليوم احنا بنسوي ورشات التجهيز لسوق العمل، يعني في بيجينا نساء اللي هن بدها تشتغل بس ما بتعرف على ايش بيحكوا رايون عبودها، ايش الرايون عبودها، مع مين تقعد، كيف تحكي، كيف تقعد قدام المعسيك وتجاوبه. يعني الاشياء هذول اللي احنا بنبدا من الاشياء الاساسيه. طبعا بنحاول نفهم كل الصوره. يعني اليوم لما بيجينا مشترك او مشتركه ما بنساله الاسئله اللي هن عنه شخصيا، نحاول نفهم كل الصوره حواليه، لانه في النساء اللي بتقدر انها تشتغل، من ناحيه ثانيه عندها كثير عوائق من حواليها. الحين نعرف انه في اشياء اللي نقدر احنا نساعد فيهن ولا ما نقدر نساعد فيهن. اليوم مثلا في قرى لما بتكون امراه بدها تشتغل وما فيها باصات او التحبورات السيبوريت من القرى هذول، صعب ان نطلعها لحالها. اليوم احنا بنحاول ان نلقى محل انه ياخذ 4 أو 5 نساء مع بعض، او نطلع لنا ساعة، او انهن واحده منهن تكون معها سياره وتقدر تاخذ معها وهي تاخذ الاجار النسائي. الرؤيه تبعت مراكز ريان، الرؤيه انا بشوف انه احنا يعني كمان بدكم جهد، كمان بدكم مساعدة. في كثير أماكن اللي لازم نشد حالنا فيهن، يعني من ناحية الأمارات اللي عند اليوم إحنا عملنا كثير أشياء في النقب. يعني اليوم بشوف كثير نساء اللي تأهلن عن طريق مركز ريان، واليوم بيشتغلن وعندهن قسم من عندهن مشاريع في البيت. بس أنا بشوف إنه في يعني مجال إنه كمان نأسس أشياء جديدة اللي هي في مجالات وبالأخص في القرى اللي غير معترف فيها،
الغير معترف بها والقرى الجداد قرى القصوم واحة الصحراء، في قرى اللي ما فيهن إزارات عصية اليوم، هذول أماكن اللي بيقدر فكر إنه في مكان إنه الكل كدول يعني لازم لو يجيبوا مصانع. لو يجيبوا مع سكين من برا ويفوتوا على هذول القرى يمكن يغير وضع النقب كله. والنساء كمان في مجالات اللي أنا بقول إنه النساء لازم كمان يبدن يفوتن في مجالات جديدة، لأنه اليوم اليوم في نساء تيجي تشرح لها عن كورس ميتابلوت بقول لك والله ميتابلوت لأنها بتعرف واحدة بتعلمت الكورس ميتابلوت، بس تيجي تشرح لها على كورس دورة مثلا تكنولوجي في شبوك ديجيتالي والأشياء هذول هندسة مهنية بقول لك ما بقدر لأنه ما شافت واحدة ناجحة في الأمور هذول. الحين الأشياء هذول نبداهن واحدة واحدة وتبين النجاحات تبعتهن، هذا اللي بيجيب لنجاح لقدام. أنا بقول إنه في كمان نصيحة لمركز ريان، من مركز ريان للنساء نصيحة من مركز. أول شيء بنصح النساء إن يتوجهن لمراكز ريان في كل القرى الموجودة. يعني الباب اليوم مفتوح. الخدمات تبعت ريان يعني كلهن ببلاش، ما بتدفعوا ولا شيء، بتجوا تعرفوا إيش سوق العمل، نرشدكم كيف تندمجوا في سوق العمل، أي دورات، تسمعوا أشياء جديدة، ولا تتقوقعوا في مكان اللي هو أنت شفتن اللي موجودة أو الإشي اللي قدامنا أو تعلمت ميتابلوت وهذا اللي أنا بعرفه. في أفاق جديدة، في اليوم إحنا اليوم سوق العمل ماشي لاتجاه إنه لقدام كثير ناس راح يشتغلوا من داخل البيت، يعني اليوم كفي عندك تطور تكنولوجي أكثر بالضبط وبتقدر تشتغل من البيت. أنا بقول هذا المجالات اللي هن كثير ملائمة للنساء إن يندمجن في سوق العمل، نخططن في سوق العمل من خلال الوظائف هذول. وطبعاً تقدر هي تحدد وقتها، هي تحدد وين تكون تشتغل في أي مكان، وكل هذا الإشي بيقدر يكون ملائم جداً للطلبات النساء. شكراً كثير محمد أبو عشيبي. تفضل أستاذ أمير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، حياك الله. أنا أول مرة بشوفه شخصياً، بسمع كثير المركز بس شخصياً أول مرة بتعرف فيك. أهلا وسهلا فيك، شرفنا. أمير قرناوي، سمعت شو حكي نعم. النساء، شو رأيك في اللي بحكينا؟ أول حاجة الواقع اللي بيحكي عليه الأستاذ محمد أبو عشيبة واقع ينطبق على كل النساء تقريباً في المجتمع العربي أو المجتمع البدوي في النقب بشكل عام. في كثير من التغيرات اللي بتمر فيها المرأة البدوية في السنوات الأخيرة، وإحنا بنلاحظ هذا الأمور من خلال وصول الكثير من النساء لمكتب العمل في رهط من أجل الحصول على عمل أو على دورة تأهيل مهني أو أشياء اللي ممكن تساعدها تندمج بشكل بتندمج في سوق العمل. ولكن لا شك إن سوق العمل سوق العمل مش زي ما كثير ما كثير مش من النسوان بفكر إن في يعني في نهاية الأمر أغلب المشغلين هم من الوسط اليهودي. إذا إحنا بنلاحظ اليوم عدد أماكن العمل في البلدات العربية في الجنوب نسبة الوظائف الموجودة إذا كان في أغلب المدن والقرى العربية هو نسبة ضئيلة نسبياً للبلدات المجاورة لمدينة رهط. النسبة كدش؟ قدر تعطينا كيف كانت صارت؟ أنا راح أتطرق لنسبة البطالة في مدينة رهط، أنا بعرف في مدينة رهط، ولكن قبل ما نتطرق لنسبة البطالة لازم نعرف إن من أجل الاندماج في سوق العمل لازم يجب أن نعرف إن المرأة بشكل خاص عشان تندمج بشكل سلس في سوق العمل هي بحاجة لعدة مؤهلات ومهارات معينة من أجل التنافس على وظائف في خارج المدن العربية. يعني حكينا دورات عبراني وحكينا دورات ميتابلوت حاضنات، شو في دورات ثانية أو تأهيل ثاني لتتقدم المرأة ما ظلها محصورة بشيء معين؟ نعم. شو الأماكن العمل اللي موجودة خلي الجمهور يسمع أساس النساء فعلا تتوجه لتأهيل مهني مناسب أساس تندمج في سوق العمل؟ نعم.
اسمع، رهط، مدينة رهط متواجدة في موقع استراتيجي نسبيا من ناحية جغرافية. رهط موجودة بين مدينة بئر السبع والنقب الغربي والنقب الشمالي، كريات جات، كريات ملاخي، ومن النقب مدن النقب الغربي سدروت وفاكين في كريات جات. أغلب أماكن العمل متواجدة في هذه الأماكن، خلينا نحكي الصراحة. افتتاح مصنع سودا ستريم مثلا في رهط، تم دمج واستيعاب ما يقل عن 600 أو 700 مرأة في هذا المصنع. تمت نقلة نوعية. نعم. ولكن هنالك نقلة نوعية تناسب النساء، الساعات العمل الليلية زي ما ذكر، حاولوا إنه يمنعوا إنه يكون مشمرة ليلة، اندماج ليلي. نعم، هذه المعوقات موجودة. صحيح الأزمة البطالة للنساء والنساء بيشتغلن، بس في عنا عائق الساعات، في عنا عائق الليلية. عائق الساعات موجود، مش كل أماكن العمل بتتطلب اليوم إن المرأة تشتغل وردية ليلية أو وردية في ساعات ما بعد الساعات الأربعة وخمسة. في كثير من أماكن العمل اللي اليوم اللي بتطلب عمال يشتغلوا من الساعة ستة أو سبعة الصبح للساعة أربعة أو ثلاثة بعد الظهر. مش كل أماكن العمل بشكل جارف، بشكل يعني بشكل كلي يتطلب ساعات عمل غير اعتيادية. في الكثير من أماكن العمل اللي موجود اليوم مثلاً عندنا في مكتب العمل، اللي ساعات العمل هي ساعات اعتيادية وما بتتطلب بشكل دائم، أو أحياناً بتاتاً ما بتتطلب شغل في ساعات غير اعتيادية. مع إن في كثير من المشغلين زي ما حكى أستاذ محمد، اللي زي مثلاً الأماكن اللي بيدوروا مثلاً على ميتابلوت أو في المصانع، في عدة مصانع بيطالبوا ان الشغل يتم على دوريات او على ورديات، اللي قسم منهم بيكون في ساعات الليل. طب هيك بنواجه مشكله الاولاد، وانتم يكونوا مسجرات للاولاد، اطر للاطفال. نعم. هون كمان عائق، اذا حلينا مشكله عائق النساء يتواجدن بسوق العمل، فكان عندنا عائق الاولاد، وين نحطهم؟ نعم، في قبل عدة أسابيع كان في لي مكالمة مع نائب مدير العام لمكتب العمل، اللي هو بيشترك في جلسات على مستوى الدولة، على مستوى الحكومة، وكان في سؤال اللي بيطرح نفسه بالنسبة لقصة الأولاد. اللي بنعرفه إن المعونات يوم ممكن المرأة تحط ولدها في المعونات يوم ابتداء من الساعة 7 أو 7:30. السؤال اللي بيطرح نفسه، إيش مع النساء اللي بيطلعن على الشغل في ساعات قبل 7:30 وما عندها إمكانية تحط ولدها في المعون يوم؟ كمان المعون كثير بيكلف. نعم. يعني حتى مراعاة إنه المرأة طلعت تشتغل، فأغلب نسبة معينة، نسبة كبيرة راح يكون من معاشها رايح على المعون. كان في فكرة وبتأمل إنها تتنفذ على أرض الواقع في الأسابيع القريبة. إحنا اليوم بنفكر على منح لكل امرأة بتحاول أو حابة تطلع لسوق العمل، خاصة إذا كان خروجها لساعات لسوق العمل في ساعات ما قبل الساعة 7، إعطائها منحة من أجل وضع ولدها إذا كان عند واحدة من العيلة أو في مؤسسة اللي هي بتشوفها ملائمة لولدها، وإعطائها منحة لفترة 7 أو 8 شهور خاصة في بداية شغلها، عشان تقدر تتأقلم في عملها وتلقى محل لولدها، طبعا مقابل المنحة اللي تعطى لها على الأقل في أول 6 شهور من بداية عملها. ممتاز، فكرة. نعم. حل إن شاء الله يكون متواجد وناجح. إذا نرجع شوي لورا، النساء لما حكينا إنه بتوجه لمراكز التشغيل، محدد بالذات مركز التشغيل في رهط، فشو انت بتقول بالنسبه لحكين انه بتوجهوا، ما في حدا بيستقبلهن، ما في كمان استقبال من ناحيه توجه لإلهن، الا لا فيش شغل، لازم تشتغلي ساعات اكثر في بحر الميت. يعني كمان ممكن مكان الشغل يكون بعيد، بس مش كثير بعيد، يعني تمشي ساعه ونص مشان تروح تشتغل في بحر الميت طباخه، مش منطق. نعم. شو أخت أمانة، لا شك إن في عادات وتقاليد للمجتمع البدوي. من ناحية ثانية، سوق العمل مش مهيأ ومش مبني على أساس عادات وتقاليد المجتمع البدوي.
حتى لو نحط العادات والتقاليد على جنب، يعني بدي أوصل الشغل أروح لبحر الميت بدي ساعتين ساعة ونص ساعتين مع المواصلات والرجعة، كده بدي أشتغل كده بدي أروح كده بدي أجي، ما لهاش علاقة بالعادات والتقاليد، كمان الساعات كثير والمكان صحيح. بعيد بالمرة مش منطقي يعني. وين أنتم متواجدين من هاي النقطة؟ نعم من أجل حل المشكلة أنا بفكر اليوم موجود إذا كان في مراكز ريان أو إذا كان في مكاتب العمل موجود تمويل وميزانيات لدورات التأهيل المهني. في عندنا اليوم كمان مركز معوف اللي بيعطي دعم واستشارة للنساء اللي حابة تفتح مصلحة أو مكان شغل من البيت. احنا ممكن مثلا نستغل هذه الأمور. والنساء اليوم في ميزانيات بملايين الشواكل، أنا بحكي على مكتب العمل، في ما اليوم بقيت ميزانية ما يقارب 700,000 شيكل للتأهيل المهني للنساء على وجه الخصوص، وأنا بدعي جميع النساء الموجودات والمش موجودات يتوجه لمكتب العمل والاستفادة من تمويل ما يقارب 85% دعم وتمويل لهذه الدورات. المرأة اليوم اللي بتتعلم، سمعت قبل كم من يوم أستاذ محمد فتحت دورة مثلا مساعدات طبيب أسنان، مساعدات طبيب أسنان العمل على الأغلب يمكن يكون في المدن والقرى العربية في مكان سكن المرأة العربية، فهذا مثلا حل معين ممكن يعطي حل للكثير من النساء اللي عندهم صعوبة ينتقل لمحل عمل خارج المدينة تبعتها أو خارج البلد تبعتها، وممكن يوفر لها ساعات اعتيادية اللي تقدر تدمج ما بين العائلة وما بين العمل. فالحلول موجودة ليست بشكل كامل، ولكن احنا مش دائما لازم نطلع بس للأشياء السلبية. ففي كثير من الأدوات وإحنا هون عشان يسمعوا ويسمعوا الحلول الموجودة وتحاول تعطيهم أجوبة على أسئلتهم. نعم في الخمس سنوات الأخيرة دمجنا ما يقارب 200 امرأة من مدينة رهط في دورات تقوية اللغة العبرية، دورات بيستمرن ما بين 400 إلى 450 ساعة. أغلب النساء اللي مرن في هذه الدورات في بحث اللي عملناه وجدنا إن أغلبهن طلعن على سوق العمل، فاللغة العبرية عائق أمام المرأة. النسبة كديش طلعن على سوق العمل؟ 80% من البنات اللي أنهن دورات اللغة العبرية وجدن أماكن عمل، ومش كل أماكن العمل في مدينة رهط، وأنما قسم كبير منهن وجدن أماكن عمل خارج مدينة رهط. وهل الشروط متوافي بالنسبة للساعات للأيام عندهن أولاد؟ الإشي مناسب لإلهن ولا انجبرن يطلعن يشتغلن لأنه بدهن يصرفن على بيت؟ لا أنا بفكر إن المرأة إذا بتلقى مكان عمل وبتندمج فيه وبتستمر فيه لفترة 6 شهور أو فترة سنة، على ما يبدو إن هنالك توافق ما بين قصة العائلة وقصة الأولاد وقصة العمل. نعم ممكن. في أسئلة عند الجمهور قبل ما إنه نسكر الطاولة، تفضلي دكتورة نزار. يعطيكم العافية. أنا مش راح أسأل سؤال ولكن في عندي تنويه. أنا قعدت هنا وسمعتكم شوية، اضطرت إنه أسمع لأنه بتحكوا ما تخشي ولي إنه السياح يكون سياح صخيوتي مش صراخيمة، لو أنهم بتحكوا عن الصورخ تبع الحاجة تبع النساء وبتلاقوا حلول لهم، ولكن مهم جدا نحكي إنه المرأة من حقها إنها تفوت العمل، هذا حق لها. نقطة ثانية باللغة اللي أنتوا استعملتوها، أنا بحكي لغة هي كمان سياسة، سفازة بوليتيكا. أول جملتين حسيت إنه هيك إشي من جسمي اهتز، لما بتحكوا كأنه المرأة هيك باسيفيت، بتحكي نحن علمناهن، إحنا دمجناهن، إحنا أخرجناهن. أنا فكروا هذا إنه ما حدا دمجهن ولا حدا يطلعهن، هن اغتنم الفرصة اللي أنتوا عطتوهن إياها. فأنا اللي معرفة شخصية معكم انتوا اثنين وبعرف أراكم كشكل شخصي، ولكن أحيانا اللغة اللي احنا بنستعملها هي مش راشد في داخلنا يعني، فمهم جدا انه كنتسجي منه نكون برضو حذرين باللغة اللي احنا بنستعملها، لأنه بشكل هيك ممكن المرأة تكون كباسيفيت، أو ولكن المرأة هي إذا بنزيح الحواجز من أمامها وبنعطيها الفرصة هي لحالها بتغتنمها. فالنساء هذول اغتنمت كل فرصة أنا عطت لإلهن، وللأسف أحيانا ما بتنعطى الفرصة هاي. شكرا لكم.
مرحبا، أنا اسمي إلهام، أمين بيعرفني، وكمان محمد أبو شيبة. بالنسبة لتشغيل النساء، يعني الحكي أنا بضم صوتي لإلك دكتور نزهة، إنه بشكل عام يعني أنتم موجودين سنين برهط، وأنتم اثنين تشتغلوا على نفس المجال اللي هو مشاكل التشغيل في الوسط البدوي. بس أنا أول مرة بشوفكم على نفس البانيل قاعدين، أول مرة بشوف شراكة، وأنا يعني أنا بحييكم على هاي الإشي. شيء ثاني، في فرق كبير بينكم، خاصة أمين بدي أتوجه لإلك. بالنسبة لتشغيل النساء، مكتب العمل هو أكتر مكان برأيي اللي هو بيكون مع النساء اللي بيدوروا على شغل، لأنه أنتم بالدرجة الأولى بتشوفوا المرأة اللي بتاخذ معاش من الضمان الدخل وبتحسبوها على هذا الشيء، ومش بتشوفوها كإنسان اللي فعلا بدها تندمج بسوق العمل. سوق العمل صح إنه ما بيطلع على، مش مبني لثقافة البدوية ولا المرأة البدوية، هو مبني لراخل وزهابة اللي بالمدينة تبعتها في أكتر من أطار تعليمي، إنه الصبح تطلع على 7:30 بتحط ابنها بالمعون، وبعدين بتروح على الشغل، عندها مواصلات عامة، عندها مليان أشياء اللي بتأهلها تشتغل. بالنسبة للتأهيل، يعني واحدة من الأشياء اللي بحكي عنها الفاوتشر بريان، بتطلع روحها الواحدة لما تأخذ فاوتشر، وبعدين لازم تدفع هي تكاليف الدورة اللي هي بدها تتعلمها، وبعدين تستنى يرجعوا لها مصاري، وإذا ما في معها ما راح تروح تتعلم. يعني مشكلة التأهيل هي مشكلة كبيرة بالأول. اثنين، يعني هاي المشاريع اللي بتيجي من مكاتب حكومية بدكم تلبسوها للمرأة البدوية غصبا عنها. ليش ما تنبنى تسمعوا النساء البدويات شو هن احتياجاتهم، وبعدين فصلوا لهم ثوب على قدهن؟ يعني بتيجي مخططات ومن القدس ومن مكاتب حكومية، وبتيجي بتنفذوها فعلا على المرأة البدوية، ما بتطلعوا عليها كإنسانة اللي فعلا بدها تشتغل وتندمج في سوق العمل. بالنسبة كيف؟ بالنسبة للشغل، سودا ستريم هي مش واو للمرأة البدوية، وكثير مشاكل عليهم خاصة حقوق النساء بالعمل، هاي أنا مش رح أفوت لإلها. بس هل مكتب العمل أو ريان بيلاقوا للإمرأة الأم اللي بدها يعني فعلا تشتغل وكمان تعيش يعني كأم، هل بسمح لها تلاقي وظيفة جزئية؟ بالنسبة لسوق العمل برا رهط، فعلا أنه هو بالوسط اليهودي، بس في مليان فرص للعمل داخل رهط، والنساء ما بيشتغلوا داخل رهط لأنه بالنسبة للأجر هو مش كافي، وما حدا بيدفع لهم أجر. يعني إذا أنا بدي أجي لمكتب العمل أفتش على شغل، أول شيء بلاقيني الحاجز الموظفين في مكتب العمل، المعاملة سيئة، أمينة بتعرف هاي الأمور، معاملة سيئة، ما في تعاون، أنا بدي شريك لإلي لما ألاقي لشغل، أنا تغيير كبير إنه أنا فوت لشغل سوق العمل. فهاي الأمور بدها حل، بدها معالجة قبل الميزانيات، قبل التأهيل، قبل كل هاي الأمور. تحكوا مع المرأة أو النساء اللي حابات يشتغلوا بلغة بسيطة وتدمجوهن باتخاذ القرارات. شكراً. בוקר טוב, אני אדבר בעברית, אני מתנצלת, אני לא יודעת ערבית, אבל אני שמי אלגמון, אני מירוחם, והייתי שותפה לקורס שמוחמד אבו שיבה דיבר, שהיו שם 15 נשים בדויות מרחמה. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר כזה, אני חושבת שהדרך שבו מרכזי ריאן עובדים הוא שגוי ביחס למה שקורה בכפרים הלא מוכרים. נשים מהכפרים הלא מוכרים לא יודעות על המרכזים, הן גם לא יכולות לנסוע למרכזים, אין להם דרך להגיע למרכזים. אנשי ריאן צריכים להגיע אל המשפחות, ללכת אוהל אוהל ולשמוע מה יש לנשים להגיד. וכשנשים רוצות ללמוד, צריך הרבה פעמים גם לשכנע את הגבר שיאפשר לה ללמוד. בלי שזה יקרה, אנחנו משאירים מאחורנית אוכלוסיית נשים רחבה מאוד. זה דבר אחד. בלי להתייחס לכל המגבלות שיש אחר כך, אין תחבורה, אין גנים, אין פעוטונים. בקורס תפירה שהיה לנו, שתי נשים ילדו במהלך הקורס, יש לנו שני סטודנטים בני שנה, כי לנשים היה חשוב ללמוד, אבל אין איפה לשים את הילדים. זה דבר אחד. דבר שני, אסור להגביל את הקורסים לקורס אחד. צריך לתת המשך, יש קורס בסיסי, צריך לעשות קורסים נוספים. עם קורס אחד אי אפשר להתקדם. זה דבר נוסף. הדבר נוסף שריאן מגבילים, כדי שיפתח קורס תפירה, צריך להיות מעסיק בסוף. מעסיק אומר, אני לא אתחייב לכם להעסיק אותם לפני שאני יודע מה הרמה שהם יוצאים ממנה. זאת אומרת, הקשר הזה הוא בעייתי. ודבר אחרון אני רוצה להגיד לשירות התעסוקה. שירות התעסוקה ברהט, אין לי מושג איך הוא עובד, אני רק יודעת ששירות התעסוקה בירוחם, שנותן שירות לאוכלוסייה בדואית. אני חושבת שהשירות תעסוקה, הנציגים הבדואים צריכים לשבת עם אותם משרדים
מראיין, נותן השירות, הוא יהודי. היחס שמה לאוכלוסייה הבדואית הוא חמור, הוא מביש, מנצלים את ידיעת השפה, עד כדי כך שכששולחים אותם למעסיקים, המעסיק כותב סירוב, לא ברור מי סירב, האם האישה סירבה או מעסיק סירב, היא הולכת אחר כך לוועדה, בוועדה מנצלים עוד פעם את ידיעת הקריאה, ומורידים אותם למצב שאין להם זכאות. זה דבר שאתם חייב למטפל בו. أنا إلهام ملابات مركز عثماء دعم الفرد والأسرة في الشؤون الاجتماعية. في كثير نساء بيجي لنا بياخذن سيروف أو بيعملوا هتنية من الإشكالات التعسكة. كمان جيلهن كثير كبير اللي يطلعن يشتغلن. اللي نساء مش متعودات يشتغلن أو عندهن عوائق طبية اللي يطلعن يشتغلن وانت بتعملوا هتنية. إذا بتطلعيش تشتغلي لو أربع ساعات نعطيكي سيروف. كمان هذا مش منطق. احكي بالنسبه للدكتور نزهه احنا اول شيء بنحكي ما بنحكي بسسمات يعني بنحكي من ارض الواقع انا الاجوبه اللي بجاوبهن من الفعل اليوم يوم في مراكز ريان طبعا احنا اليوم بغض النظر احنا اليوم بنشوف النصف الفارغ تبع الكاسه لان بنشوف اللي فيه العوائق وفي الاشياء اللي صعبه علينا والاشياء بس من ناحيه ثانيه لو نشوف اليوم الصبح تطلعوا وتشوفوا كم نساء بيشتغلن في كمية كبيرة من النساء بيشتغلن أنا ما بقول إنه ما في عوائق كمان عندهن بس في كمان المبادرة لازم تكون المرأة كمان لازم يكون عندها صح إنه ما بكفي إنه بس الإرادة إنه كمان الإرادة إنه يسوي في تغيير يعني أنا لما باجي واحدة تشتغل من قرية غير معترف بها وما في بساط وما في في القرية طبعاً ما في أي مصنع أو أي مكان اللي يشغلها هذا شيء اللي هو عائق مش بس عليها نفسها اللي هو عائق كمان علينا إحنا يعني إحنا اليوم صح إنه إحنا بنحاول نساعد وبنقدر نساعد بس في أشياء اللي إحنا ما بنقدر نغيرهن بغض النظر عن القرى الغير معترف بها القرى المعترف بها واحة الصحراء أو القصوم ما في بلد اليوم فيها إزر تعسيه يعني اليوم عشان تطلع واحدة من بيتها تشتغل بدنا تحبورات سبوري بدنا بساط وما في غاد بساط مش في كل البلدات في بساط الحين الأشياء هذول أنا اليوم قد ما أقدر كمراكز ريان قد ما نحاول نساعد ونأهل ونجهز المشتركين إحنا طبعاً وظيفتنا هي تجهيز المشتركين والمشتركات لسوق العمل وفي الطرف الثاني في كمان شركاء في هذا المعركة كلها احنا بنحاول ناهل ونساعد النساء قد ما نقدر نوصلها لوضع انها عن جد تقدر تشتغل بس في اشياء وفي عوائق اللي بنحاول نلاقي لها حلول بس ما بنلاقي يعني احنا اليوم بنفكر مثلا لما تطلع اربع او خمس نساء من نفس البلد اللي ما فيها تحبورات سيبوري هذا اللي هو بيتروني تسراتي بالنسبه للمتوجهين لنا او الشكات تاع سكان احنا طبعا بنحكي على اخلصيات شنوط يعني انا اللي بتوجهوا عندي مش هم اللي بتوجهوا عند امين او بتوجهوا عند امين هم مش اللي بيجوا على مركز ريان لانه تعرفين هن الشكات تاع سكان ومركز ريان كل واحد بيشتغل صح انه بنأهل لسوق العمل بس كل واحد في له متطلبات ثانيه عندنا بيجونا اكثر جيل اللي هو جيل من 18 لعند ال 34 35 هذا اغلب كميه الجيل المتوجهين لمراكز ريان طبعا ما بيكونوا بيطالبوا في من الشكات تعسكه في زخيوت او في بطاله او شيء وطبعا احنا كل الخدمات اللي بنقدمها خدمات مجانيه قصه الفاوتشر احنا في مراكز ريان في نمط عمل معين بنشتغل عليه يعني مش كل واحد احنا مش قاعدين وبنستنى المشتركين بس تعالوا وبنوزع في نمط عمل وخطة عمل اللي احنا بنبنيها مش بتنبني في القدس او في محل ثاني احنا بنبنيها كل سنة وبنجهزها على حسب الاشياء اللي تعلمناها من السنة اللي قبل الحين قصة الفاوتشر هذا تهليخ اللي هو في مركز ريان عدة لقاءات قبل ما ياخذ الفاوتشر او قبل ما نوجهه لسوق العمل لانه احنا بدنا نحاول نوصل لوضع انه نوجه المرأة او الشاب لوظيفة اللي هي أكثر ملائمة له ومش احنا اليوم مش حفرتها سما ولا حفرتك واحد تعال وسجل وامشي
إذا بنلقى مسرة بنحطه فيها، إذا ما بنلقى بيستنى. لا، إحنا بنشتغل كمان على الشخصية، على تجهيز شخصية الإنسان لسوق العمل، على تهيئ الإنسان على سوق إنه يمشي ويدور كمان أماكن عمل ويجهز حاله لرأيونات، جهز حاله لا يشوف وين أماكن عمل، يشوف وين إيش بيستنى في سوق العمل، وبنأهل كمان الإنسان يفكر بصورة ثانية، يعني مش نفس الصورة اللي هو شايفها اليوم. في عندنا كثير متوجهين أو متوجهات، اللي بيجي بيقول أنا مثلاً بدي أتعلم أخوت، بس في اللقاءات مع المركز 3 لقاءات أو 4 لقاءات اللي بيكون مع المركز وبيبنوا خطة اللي هي المشترك نفسه، خطة شخصية اللي بيتقدموا مع بعضهم فيها، بنلاقي إنه هو مش ملائم، والمشترك نفسه بيكتشف إنه هو مش ملائم للموضوع هذا. احنا ما بنشتغل على انه بس نسجل ونفوت ناس، لانه بسبب الدبار احنا ما بدنا نوصل للباب المستدير، نطلع من هنا يعود يرجع لنا بطريقه ثانيه. احنا بنشتغل على الشخصيه نفسها، على الانسان المتوجه لنا، مقابلات شخصيه، وبعدها احنا بنفوته في سوق العمل او في التاهيل المهني او في اي خطه مبنيه له بتكون ملائمه، تقريبا اكثر ملائمه له. لعائلني لدي زابل نتخص جنب إفريت اللي قبي رخمة نخون شان خلق قدول ما كورس مشان نحن أصيم شان نحن رأيم بكتسي مع سيك أو لروف يعسيك شفي مخوز ما إلش عبرت أخشرا كي بسرش دبارة نحن قام رتسيم لأخشير نشيم أو كل مش بونين رتسي أخشرا نحن رتسيم لرؤت بسوف بكتسي رتسيم لرؤت بإيمات شو هو لخ لعبودة بتخوم شو هو لمد بو متقيم لتخوم إذا אבל לא ללמוד כי זה מתוך תחביב, זה אחד. שתיים, הקורס שפתחנו בירוחם ברחמה, זה היה גם בלי מעסיק בסוף, וגם לא היה לנו שום מעסיק מחכה, וגם עד היום אנחנו אין לנו מעסיק מחכה, ואנחנו יודעים שיש נשים שעובדות מתוך הבית, ואנחנו עושים את זה לא רק ברחמה, אנחנו עושים את זה גם ביישובים אחרים, ביישובים מוכרים, שאנחנו רואים חלק מההכשרות שלנו, אנחנו לא 100% ההכשרות יש לנו מעסיק בקצה, אבל חלק גם מההכשרות, אם אנחנו מזהים פוטנציאל של יזמות בעניין, אנחנו כן הולכים על הכשרות כאלו. ועובדתית זה הקורס ברחמה. עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו גם גמישים מבחינת, לימדנו אותם קורס תפירה, ומעבר לזה, אנחנו הלכנו גם על סדנת עברית, שיהיה להם גם איך לתקשר עם האוכלוסייה החיצונית, ואיך לדעת למכור או לשווק את עצמן. יש דברים שאנחנו כן יכולים גמישים בהם, אבל יש דברים, לצורך דוגמה, אני אתן לך את המכינה שרצינו לעשות שם, ואנחנו מצאנו איזשהם מגבלות שם, כי יש דברים שהממשלה מחייבת, או המשרדים האחראים על זה מחייבים כיתה באופן מסודר, מישהו צריך לבוא לאשר את הכיתה, מישהו צריך לבוא ולתת מקום ללמוד בו, מתאים לאותם נשים, או מתאים להכשרה שיכולות לעשות את ההכשרה בתוך המקום הזה. וזה דברים שאנחנו מתמודדים איתם. אנחנו היום, אם אני היום עובד על מרכזי ריאן, כבר התחלנו תקופה, שגם הכיתות של ריאן יוכשרו להכשרות גם לגופים חיצוניים, שנוכל גם לעשות את ההכשרות אנחנו בעצמנו אצלנו. וזה משהו שהוא יהיה חדשני אם אנחנו נעשה את זה. שוכרן כתיר, מוחמד. תפדל, אמיר, עקב על חק אל-ג'מור. נעם. بالنسبة للدكتورة نزهة بفكر إن الأخ محمد جاوب. عندي رأيك. نعم أنا أنت حكيت على إن قصة التطلع تبعات المؤسسات على الجمهور أو على الناس إنهم باسيفيم، هذا اللي فهمت صح؟ لغة الموظفين مع الناس. نعم. يعني كيف نعم. أنت حكيت إحنا بنعمل. احنا بنسوي للنساء، لا نساء هن بيجين اني بدهن يشتغلن، بدهن يتعلمن في المراكز عندك، سواء عندك او في ريان، فما تتوجهوا بهذا الاسلوب، هي مرأة، هي قصد نزهة. نعم طيب انا راح اجاوب على عدة اسئلة، وبفكر الجواب تبعي راح يكون من خلال الاجابة على الاسئلة هاي. اول شيء الاخت الهام، بالنسبة للتعاون المشترك مع مراكز ريان،
لا شك ان هذه نقطه مهمه جدا. انا بفكر ان في تقصير من هذا الجانب، بعترف. بفكر ان لازم التعاون يكون اكثر ما بيننا. انا بعمل في الايام الاخيره، وراح اكون معك في اتصال يا محمد والاخوان في مراكز ريان، على بناء فورم مشترك مع جميع الاجسام والجهات والحركات اللي بتعمل في مجال التشغيل. النساء، وين دور النساء ان يكون الموجودات في هذا الفورم؟ نعم، حكيت اخت الهام على قصه تنافس. انا بشوف اذا في تنافس شريف وهذا شيء كويس، ولكن انا بشوف ان مراكز ريان هي مراكز يعني في تكامل بيننا. اذا في عندي انسان او في ريان بمر في دوره مثلا معينه وبيجي على مكتب العمل، والموظف في مكتب العمل تجد لهذا البن ادم شغل، ففي نيان تتعامل معين. وكذلك الامر بشكل عكسي، يعني اذا في انسان مر مثلا في ورش عمل معينه او ورشه عمل معينه وتوجه لمراكز ريان وفدوه او اعطوه دورة أو أي أداة اللي ممكن تساعد يندمج في سوق العمل، كمان هذا نوع من المشاركة ونوع من التعاون. أمير، أستاذ أمير، لما تكون خطة مشتركة بينكم، هو يعلم وأنت تشغل، عدوا تعملوا خطة مشتركة. نعم، إحنا إن شاء الله في إمكانية يكون خطة مشتركة بينكم؟ إن شاء الله راح نعمل على هذا الموضوع إن شاء الله قريبا. نعم نعم، أحب أوضح إنه صح إنه في شراكة بين مراكز ريان والشركات السكان، بس إحنا بنحكي عن أخلصيات شنو اللي بتوجهوا إلنا، مش نفس اللي بتوجهوا للشركات السكان، وفي صعوبات بتتغير تختلف. يعني العائق اللي إحنا صح في أشياء مشتركة، بس في أشياء اللي هنا في بتوجهوا للشركات السكان في طلبات أخرى، يعني مش بس انه بيبحث عن عمل، كمان الصيغ اللي بيعطوه للشركات تاع السكان، هذول الاشياء مش موجوده عندنا. هذا اللي في. نعم، بالنسبه لقصه تكاليف دورات التاهيل المهني، دوره التاهيل المهني اليوم بتكلف ما بين 6000 ل 7000 شيكل. مكتب العمل بيشارك لعند 85% من تكلفة الدورة. هذا قانون صن في الكنيسة أو أمر من وزارة العمل، وإحنا طبعا نعمل حسب هذا الأمر. لا شك إن في قسم كبير من النساء اللي في عندهن صعوبة في دفع 15% البقيات. احنا بنحاول بالتعاون احيانا مع قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية رهط او مع مؤسسات اخرى، نحاول ندور حل حتى لو لبعض النساء في دفع 15% اللي بيضلل. يعني بنحاول قدر الامكان، ولكن احنا نعطي الدورة التأهيل المهني بتمويل كامل. بتأمل ان هذا الامر يكون في السنوات القريبة او في يعني في الفترة القريبة، وراح نحاول نطرح هذا الامر. حاليا هذا الموجود، واحنا نعمل يعني حسب اوامر اللي بتصل من الوزاره. هذا واحد من قصه ثقافه المراه العربيه. انا ما بدور باي شكل من الاشكال الغاء الثقافه العربيه او الثقافه البدويه، لا سمح الله، هذا مش في سلم الاولويات باي شكل من الاشكال. الحين من ناحيه عمل مكتب العمل، احنا مش كاملين، يعني مش كاملين متكاملين، في قصورات، في اشياء اللي بدها تصليح لا شك، ولكن بفكر ان مستوى الخدمه اللي مر فيه مكتب العمل من سنه 2013 لهذه السنه مر في تغير ملحوظ جدا. ويريت لو مكتب جديد الاخت ريما، أنا ما عندي مشكلة تحكي لي مثلا نسبة الشكاوى اللي بتصلك مثلا على مكتب العمل في السنوات الأخيرة. يمكن في شكاوى على كثير من المؤسسات. كمل أمير. نعم،
في شكاوي زي ما قلنا, ولكن إذا كان في شكوى أو شكوتين في السنة, إحنا بشكل عام طبعاً إذا بنستقبل أي توجه من مكتب يديد أو من كل مراكز الحقوق للنساء أو لغير النساء, طبعاً هذا الأمر بيتم معالجته, وإذا كان في خطأ يصلح. وأنا بدع مركز يديد وكل الجهات اللي بتتعلق في أو اللي بتعمل على مجال حقوق المرأة أو أي حقوق أي شريحة ثانية من السكان, أنا مستعد أستقبل أي توجه وأي شكوى, وإذا كان في خطأ يصلح بشكل فوري. شكراً أستاذ أمير, شكراً أستاذ محمد. أول شيء يعطيك العافية أمين. بالنسبة للشكاوي اللي بتصلنا, هي عملياً بتصلنا من نسوان اللي هن انطلب منهم أن يشتغلوا 4 ساعات عمل. فأربع ساعات عمل عملياً مش ما في أي إطار اللي ممكن يستقبلها إلا 4 ساعات عمل. فهن مفروض أنه حسب الحالة الصحية تبعتهم أو الرفيق اللي هو مختص اللي هو طلب منها أنها تشتغل بس 4 ساعات, في الحالة هاي الشكاوي عندنا هي أغلبها بهذا الإطار, أو أنه أنها تشتغل. في عنا شكاوي, في عنا نسبة شكاوي اللي هي بالنسبة لهذا الموضوع أنهم ما بيلقى, لا أكثر من هيك, اللي هن ما بيلاقين أي إطار اللي هو يستوعبه لمدة 4 ساعات. فهذا كثير شيء يعني أنه ودنا إجابة عليه كمان, إذا في عندك إجابة ممكن نتعاون يعني بهذا الموضوع. نعم, أولاً على السريع, نعم أخت ريما, أحياناً إذا بيكون في طلب لطالبة العمل في مكتب العمل إنها تمشي تبادر وتحاول تلقى لنفسها شغل 4 ساعات, الهدف إنه الكثير من النساء أنا صعب أني أطلعهن على سوق العمل بوظيفة كاملة مرة واحدة, في صعوبة معينة من ناحية نفسية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية تشغيلية, مش دايماً في أماكن عمل هي حابة تشتغل فيها أو يمكن يقبلوها في هذا العمل. في القصد إنه نخلي هذه المرأة على الأقل في النص سنة أو السنة القريبة إنها تعتاش على مخصصات استكمال الدخل, وفي نفس الوقت تعمل في 4 أو 3 ساعات يومية على أساس إنه يكون عندها مصدرين دخل, على أساس إنه يعني شوية صبر إنها تندمج بعدين بشكل يعني أفضل في سوق العمل. هذا المقصد من وراء ذلك. شكرا لحضوركم معنا, نتمنى إنه الحلول اللي انعرضت واللي حكتوها تنحل بأقرب فرصة, وشكرا للجميع.